اليوم الخمسين على التوالي من حملة تصعيد النظام على الأحياء الشرقية بالعاصمة دمشق. نحن الآن في حي القابون الدمشقي في مكان تساقط الغارات على منازل المدنيين في حي القابون بدمشق. فقنا عرشلون الحمد لله كنا نايمين ما هون كمان يعني بقرنا بهالمنطقة هاي ضربت طيارة هون وهون فزينا لقينا بيوتنا على الأرض كنا يعني هذا اللي بيحكي.